سجل هدف الفوز على أنيمبا في مباراة الجولة الأولى هناك. تشجيعه مؤازرة. ضرب الجزاء للزمالك دي 62 الآن. مدافع أنيمبا تلقى العلاج. نتمنى ألا يؤثر هذا التوقف على أعصاب باسم مرسي. بعض اللقطات وردود الأفعال خلال أحداث اللقاء. السادسة الزمالك. شعار جماهير الفارس الأبيض في إشارة إلى فوز النادي بخمس ألقاب سابقة لدوري أبطال أفريقيا. مدافع أنيمبا إلى خارج الملعب لاستكمال العلاج. وسيوفليس يحاول التأثير على أعصاب باسم مرسي. يا رب. باسم مرسي على تنفيذ ضربة الجزاء ومواجهة ثنائية بينه وبين سيوفليس. بيركز باسم. باسم مرسي يسدد إلى داخل المرمى. هدف أول زملكاوي. هدف الفرحة الأولى لنادي الزمالك خلال أحداث هذا اللقاء. باسم مرسي نجم الشباك الزملكاوي في الفترة الأخيرة يحرز هدف غالي في مرمى أنيمبا من ضرب الجزاء في الدقيقة 62. أول أهداف الفارس الأبيض يحرزه باسم مرسي من ضرب الجزاء. فرحة كبيرة في مدرجات ملعب بيترسبورغ. لما لا؟ والزمالك يقترب بإذن الله تعالى من التأهل إلى نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد غياب 11 سنة. باسم مرسي لعبها حلو. باسم مرسي على يسار الحارس سيوفليس معلنا عن اول اهداف هذا اللقاء. تختلف بقى المباراه، اسمعها مني عزيزي المشاهد، هتختلف المباراه تماما. لابد لأنيمبا ان يتخلى عن الحظر الدفاعي وبالتالي ستتواجد المساحات في الدفاعات النيجيريه. لاعبي نادي الزمالك قادرين